هذا الشيء كتشوفوا ديال الحسنيه الصراحه والله الا ولا كيحس في النفس ديالنا صراحه. حنا كجمهور الحسنيه كان زعما راه والله العظيم ما بقى ما نقولوا راه لا اله الا الله راه وصلت فينا كما كيقولوا العظم. واش الفريق وما يمكنش انت كتقول لي ديما نفس الخطاب كنسمعوا من عند اي مسؤول في النادي كيقول لك لا حنايا كنكونوا فريق غنكونوا حنا هذا الشيء كنسمعوا من يامات مديح الله يرحمه غنكونوا 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 فاش كنشدوا اللعابه كيجي كيقول لي فريق مستقبل كيتكون كيولي فريق اللي كيقد انه ينافس يعني كيدير اسماء كيدير لاعبين كيولي عندهم اسماء في البطوله كنجيو كنبيعوهم للبركان ونبيعوهم للوداد ونبيعوهم للرجاء ونبيعوهم بواحد الاسماء اللي هي بخسه حشومه هذا الشيء حشومه والله الا حشومه بالله واش بغيتي ترتقى فينا شي عرق الراس ولا شنو؟ الناس راه الحسنيه كبر منكم المسيرين الحسنيه كبر منكم يعني الواحد الا ما قدش ما كانش قد المسؤوليه يا خويا بلاصتو يخلي الناس اللي يسيروا فينا هي المدرسه ديال الحسنيه اللي كانت كتنجب خيره الشباب وخيره اللاعبين فينا هما هاد اللاعبين فينا هما هاد اللاعبين فينا هما ابناء الحسنيه فينا هما ابناء الفريق لان الحسنيه في التاريخ ديالو ولا في 2000 ولا 2001 فاش كانت ضات البطوله كانت بابناء الفريق فينا المدرسه فينا وجمال العرج اللي كان من خير من خير من احسن الاطور اللي كان كيخرج في المينيم واللي كاضي احسن اللعابه فينا هما اللعابه هادو فينا هما الاداره الاداره هي السبب الاداره هي السبب ما بقاش حتى شي ابن الفريق كيلعب كلشي يقول لنا كنلقاهم في فرق الوطنيه هادشي كيضر في الخاطر بزاف فغنبداو بالاداره اللي دارت انتدابات عجيبه بان انت دبات 16 لاعب او 17 لاعب فهذا ان كان يدل على شيء فيدل على ان حسنيه اكادير ما عندهاش استراتيجيه اللي غادي تسير بها الموسم اي ان الفئات السنيه ديال حسنيه اكادير ما بقيناش كنستافدوا منها غزاله السوس لم تعد الفريق الذي نعول عليه اليوم يستجدي على المكتب وعلى الجمهور وعلى كل المتتبعين ديال الشان الرياضي باكادير انهم يحاولوا ما امكن يبدلوا التشكيله ديال الاشتغال ويبدلوا كذلك المكتب المسير ملي كيكونش المكتب مسير وكتكون كيكون اشكاليه في التدبير الرياضي داخل الفريق اذا اكيد غتكون هزائم وهزائم فقلنا لا بلاش كاع من هذه المقابلات هذو اللي كنجيبوا فيهم هي الفقصه والمرض احنا عرفنا بانه المشكل ماشي في اللعابه وماشي في المدرب عرفنا بانه المشكل في الاداره من بعد ما جراو على المدرب كوموندي اللي استبشرنا به خيرا ولينا كننافسوا على جميع الاصعده فاذا به كنرجعوا ومن بعد ما ناضوا الجماهير وبداو كيديروا مظاهرات وبداو كيطالبوا بانه تبدل المكتب المسير للفريق ولكن في الاخير بقى الامر على ما هو عليه نفس الاشكالات نفس المكتب المسير نفس العراقيل يعني احنا اغبى الاغبياء في هذه المدينه هذه كيعرف بانه المشكل في الاداره وشوف بلا ما نكونوا واقعيين وصراحة مع ريوسنا المشكل راه هو في الاداره ديال الحسنيه ماشي نبقى نغير مدرب ولا نغير لعابه ولا نجيب لعابه ولا انتدابات تغيير راه كيجي من الدار من وسط الدار الاداره ما قامتش بالدور ديالها اذا عليها خصها تمشي وتخلي الناس اللي هما اكفاء اللي يسيروا هذا الفريق وماشي نتلقى وسط بهم ورا وسط ما والله يكون في عوان كل المشجعين الحسنيه. فرضا حكام كيعتمد على لاعبين اللي ما عندهمش تجربه في القسم الوطني الاول فما يمكنناش اننا ننتظروا منهم نتائج وبالنسبه للرسم التكتيكي اللي كيلعب به رضا حكام فما يمكنش انك تلعب بلاعبين جايين من اقسام الهواد برسم تكتيكي 3-5-2 لانهم ما عندهمش اللياقه البدنيه اللي غيلعبوا بهذه الطريقه هذه. فكنتمنى انه حسنيه اكادير يدير انتداب مدرب جديد وكذلك في هذا الجامع العام هذا اللي غادي يكون في هذا الاسبوع هذا ان شاء الله انه يكون مكتب جديد ونتمكنوا من ان نشوفوا حسنيه اكادير في ابها حله ان شاء الله. وملينا بزاف من ذاك الخطاب ديال تكوين فريق الفريق ما عمره باغي يتكون ديما تكوين فريق كل عام كيجي تكوين الفريق ما كرهناش هذا الفريق يتكون ديال بصح وما كرهناش انه يدخلوا الناس اللي عندهم الغير على هذه المدينه هذه ويشدوا زمام الامور باش نزيدوا شويه لقدام وديما فريق حسنيه اكادير سواء في السراء ولا في الضراء. راه لا اله الا الله هادشي اللي وصلت فيه الحسنيه ما كديناش مازال نصبروا ليه. واش هاد الناس ميتين؟ واش هاد الناس ما عندهم احساس؟ واش هاد الناس باغيين يقتلوا الحسنيه؟ تما قالها كوموندي راه الصراحه راه عنده الحق نيت في ذاك التصريح اللي قال بان الناس ما كتبغيش تشوف الحسنيه تزيد لقدام. راه كاينه راه فعلا انا كنشاطروا هذا الراي ديالو. وهاد من هذا المنبر كنطالب من جميع الصراحه المسؤولين والمنتخبين ومن الغيورين باش يوقفوا واحد الوقفه اللي هي وقفه واحده ان شاء الله باش الحسنيه ترجع للايامات ديالها.
والمحاسبه اللي ما اللي اي حاجه نتحاسبوا عليها لي فاش ما دار المسؤولين ديال الحسنيه لا داك عيط على الله لا من سيدينو لا راه حشومه عليكم سير عطونا اتساع سير عطونا اتساع راه ترقصوا لنا المراره ديالنا.